تاني ريادتها في تصنيع الشرائح بقدرات أكبر أو تساوي تي اس ام سي وسامسونج بعد تراجع أكتر من 15 سنة كاملين. بعد فوضى تامة في الإدارة وعمليات اتخاذ القرارات الغلط، غير كمان الآلات القديمة اللي كانت عندهم وكان عمرهم ما هيقدروا يبتدوا ينافسوا إلا لما يبقى عندهم أحدث ماكينات تصنيع الشرائح، واللي هي مش متاحة غير عند شركة واحدة بس في العالم، ألا وهي شركة اي اس ام ال الهولندية. وفعلا طلع على الشركة واختار آلة الطباعة الحجرية هاي ان اي اي يو في، احدث آلات الطباعة الحجرية في العالم، احدث حتى من اللي موجودة جوه تي اس ام سي وسامسونج. ومشتراش واحدة، لا اشترى 6 آلات عشان تبقى نظريا انتل سابقة الكل، وخلال السنتين ثلاثة الجايين هتبدأ تنتج وتبيع رقائق 2 نانومتر، وده قال ان الشرايح اللي شغالة بيها تي اس ام سي وسامسونج حاليا. كنت كلمتك عن الموضوع ده في الحلقة اللي فاتت باسم مشروع يغير مستقبل اليابان، هتلاقينا قايل لك فيها كل تفاصيل المكالمة السرية بين انتل والحكومة اليابانية وخطتهم للسيطرة تاني على الصناعة دي، وهتلاقي لينك الحلقة سيبهولك تحت مع المصادر.